السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عارفين طبعا ان المعهد السعودي التقني للتعدين اعلن عن فتح باب القبول للتدريب المنتهي بالتوظيف في الشركة الكيميائية الحديثة، وكان مسمى البرنامج برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف. هنستعرض اهم الاسئلة الهامة او الشائعة عن المعهد السعودي التقني للتعدين. في البداية نعرف الشروط، شروط التدريب لبرنامج الدبلوم العام، وفي شروط التدريب لبرنامج الدبلوم المتقدم. الأول، شروط التدريب لبرنامج الدبلوم العام أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية علمي 80%، حاصل على اختبار التحصيلي، أن يكون لائقا طبيا، لم يسبق له الاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية. ده بالنسبة لشروط التدريب لبرنامج الدبلوم العام. أما شروط التدريب لبرنامج الدبلوم المتقدم، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون لائقا طبيا، لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، أن يكون حاصلا على دبلوم في أحد التخصصات التالية: دبلوم في الكهرباء أو الميكانيكا بمعدل 2/4 أو 3/5. قبل ما نروح للأسئلة الهامة أو المتكررة، نعرف مزايا التدريب. التدريب فيه عدة مزايا، منها مكافأة شهرية، سكن أو بدل سكن، مواصلات أو بدل مواصلات، تأمين طبي، التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة. المناطق المستهدفة: المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى. ده أهم المعلومات الخاصة بالتدريب المنتهي بالتوظيف في المعهد السعودي التقني للتعدين. نشوف بعض الأسئلة المتكررة. هل التدريب منتهي بالتوظيف؟ نعم، التدريب منتهي بالتوظيف لصالح الشركة الموظفة. عدد سنوات التدريب في المعهد: تدريب سنتين في مقر المعهد في عرعر. مقر المعهد في عرعر التدريب هيكون سنتين وستة أشهر تدريب على رأس العمل. ما هي التخصصات المتوفرة حاليا في المعهد؟ التعدين تحت سطح الأرض، التعدين فوق سطح الأرض، عمليات التعدين، وتخصصات الكهرباء والميكانيكا. هل المعهد حكومي وهل الشهادة معتمدة؟ المعهد شبه حكومي والشهادة معتمدة من وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. متى يتم فتح بوابة القبول؟ طبعا تم الإعلان وذكرنا بداية التسجيل في التدريب المنتهي بالتوظيف. يبدأ التدريب أو التقديم في بداية الأحد، يوم الأحد، بتاريخ 29/11/1444 الموافق بالميلادي 18/6/2023، وانتهى التسجيل يوم الخميس بتاريخ 11/12/1444 الموافق 29/6/2023. يعني ما زال التقديم مستمر. هل يوجد فروع بالمملكة العربية السعودية للمعهد؟ الفرع الوحيد على مستوى المملكة العربية السعودية في عرعر حاليا، طبعا في عرعر، وحتكون سنوات الدراسة طبعا سنتين في مقر المعهد في عرعر وستة أشهر في تدريب على رأس العمل. ما هي المزايا التي يتمتع بها المتدرب أثناء تدريبه؟ يتمتع المتدرب بمكافأة أثناء التدريب كما ذكرنا. مزايا التدريب: بالإضافة إلى سكن أو بدل سكن مع تسجيله بالتأمينات الاجتماعية، مواصلات أو بدل مواصلات، والتأمين الطبي من قبل الشركة الموظفة. هل التوظيف مضمون بعد التخرج؟ التوظيف بإذن الله مضمون في حال تجاوز البرنامج بنجاح. هل يحتسب المتدرب ضمن التأمينات الاجتماعية أثناء التدريب؟ نعم، يسجل في التأمينات الاجتماعية. أوقات التدريب في المعهد: من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 3:30 عصرا. التدريب نظري أم عملي؟ التدريب في السنة الأولى يشمل دراسة اللغة الإنجليزية والحاسب والسلامة ومهارات الحياة، والسنة الثانية يكون التدريب عمليا على أجهزة المحاكاة المتطورة. اسم الشهادة التي أستلمها بعد التخرج: شهادة دبلوم تعدين فني كهرباء أو فني ميكانيكا. هل يمكن تأجيل التدريب بعد قبولي في المعهد؟ لا يمكن تأجيل التدريب، وذلك لارتباط المعهد بعقد مع الشركة الموظفة ومدة تدريب محددة. لو كنت مسجلا في الموارد البشرية، هل أكون ضمن المرشحين للقبول للتدريب في المعهد؟ لا، لا يتم قبولك في المعهد إلا بعد التأكد من عدم وجود اسمك ضمن صندوق تنمية الموارد البشرية. دي طبعا كانت أهم الأسئلة الخاصة بالمعهد.
المعهد السعودي التقني للتعدين. في النهاية طبعا نتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.